كخريج أو طالب في كلية صيدلة، عمرك سمعت عن الـ ASHP؟ الـ American Society of Health System Pharmacists هي أكبر منظمة عالمية لاعتماد برنامج الصيدلي المقيم من أكثر من 40 سنة، وواحد من أهم أهدافها هو تحسين وتطوير التدريب المهني للصيادلة وخلق ما يعرف بالصيدلي المقيم أو الـ Resident Pharmacist. زمان فكرة الصيدلي المقيم كانت مجرد حلم. جت مستشفى سرطان الأطفال 57357 حققته في نوفمبر 2017 وبدفعة من 11 صيدلي. It's been our honor and our privilege to be here this week at 57357 and have an opportunity to meet with the pharmacists to evaluate the services and help the hospital as they prepare to start a pharmacy residency program. هي ساعات وهيتخرج 11 صيدلي مقيم من مستشفى 57357. هنبقى أول دفعة اتخرجت من كل أفريقيا. أول دفعة 11 صيدلي مقيم بتتخرج أهي بعد ما اتدربت تدريب مهني على أعلى مستوى في مختلف تخصصات الصيدلي الإكلينيكي في العالم. عشرات التخصصات ممكن يخصص فيها الصيدلي، لو حاب يجمع الخبرة دي ممكن يقعد فيها سنين، لكن برنامج الصيدلي المقيم ادانا الخبرة دي كلها في سنة واحدة بس. اتعمل لهم كمان تقييم شامل على كل تخصص اتدربوا فيه واكتسبوا منه خبرة كبيرة. تخصصات إلزامية تبدأ من صيدلية الصرف الخارجي والداخلي، تحضير علاج المضاد الحيوي والكيماوي، صيدلية العيادات المتخصصة، عيادات أمراض الدم والأورام الصلبة، معمل الصيدلية بمختلف تخصصاته، مركز المعلومات الدوائية، صيدليات الأدوار الداخلية لأمراض الدم والأورام الصلبة، وحدة العناية المركزة، ووحدة الطوارئ، ووحدة علاج اليوم الواحد، وكمان وحدة الحجز المؤقت. ده غير تخصصات اختيارية زي وحدة زرع النخاع وعلاج الطب النووي والعلاج الإشعاعي ووحدة العمليات ووحدة التغذية وغيره وغيره. ومن خلال التخصصات دي اكتشف بعضنا شغفه. لما دخلت البروجرام لقيت نفسي ان انا يعني حبيت المجال البحثي اكتر في المستشفيات وفي الصيدلة عموما. قدمت في الريزيدنسي بروجرام علشان ده بيطبق الجانب النظري مع الجانب العملي، وده مهم جدا 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 في رعاية العيان عشان اقدم اقصى افضل خدمة للمريض. Care is truly team based and interprofessional, so pharmacists are involved and part of that team. They take responsibility for outcomes. We do see more specialized training and so more and more pharmacists do receive residency training and some, many of them also stay for an additional year to get PGY2 specialty training. كانت فكرة الاعتماد الدولي من منظمة الـ ASHP هي اللي شجعتني ان انا انضم لبرنامج الصيدلي المقيم، ودي بتديني فرصة ان انا اقدر اتعلم في بلدي بس كويس عالمية. احب اكد لكم ان احنا الـ 11 ما ندمناش على يوم واحد ولا حتى ربع ثانية اننا دخلنا البرنامج ده، لأن كل يوم بيعدي علينا بنستفيد علمياً ومهنياً وكمان إنسانياً. 57357 دايماً هدفها تقديم أحسن خدمة لأطفالنا، ومع تطور العلم وإن كل يوم فيه جديد اتعودنا إن إحنا نواكب ده، لأننا في رحلة علم ما بتنتهيش. وإن شاء الله يوماً ما هكون من أحسن الأكاديميك فارماسيست اللي موجودين في العالم اللي بيمثلوا مستشفى 57357. 57357 رحلة علم هدفها الحياة.